ظاهرة التأثير الكهروضوئي، هي ظاهرة انبعاث الإلكترونات، يعني تحرك الإلكترونات من سطح معدن عند سقوط ضوء ذو تردد مناسب، يقصد بالتردد ذو تردد مناسب أن يكون تردد ضوء ساقط أكبر من تردد حرج أو أكبر. اختر الإجابة الصحيحة طبعا بحيث يتغير فرق الجهد بين الفتيل، أي الأطوال الموجية يتغير بتغير، يعني يعتمد على فرق الجهد. يبقى الطفل مستمر، طفل أشعة السينما المستمر هو الذي يتوقف على فرق الجهد. فالطفل المستمر يبقى Y1 و Y4، لكن ده طفل خطي يعتمد على لا يتغير بفرق الجهد، لأنه لا يتم إلا فرق الجهد في الجهود العالية جدا. إذن الذي يتغير بتغير فرق الجهد اللي هي Limit 1 و Limit 2. تعال نشوف السؤال اللي بعده. اختر الإجابة الصحيحة. سرعة الفوتون لأشعة جاما بعد اصطدام بالإلكترون الحر، ده تأثير كومبتون. بما أن الفوتون ضوء أو الضوء فوتون، إذن سرعته بتعتبر السرعة ثابتة لا تتغير. يبقى الإجابة الصح إنه لا يتغير، لأن عند سقوط فوتون ذو طاقة عالية على الإلكترون صح يفقد جزء من طاقته، ولكن يبقى زي ما هو فوتون، أي سرعته ثابتة أي لا تتغير. اختر الإجابة الصحيحة. تفقد ذرة الهيليوم المصارة في ليزر الهيليوم والنيون طاقة إثارتها وتعود إلى المستوى الأرضي، نتيجة إيه؟ أولا إحنا عارفين إن الهيليوم الذي يحدث له الإثارة النيون، الهيليوم هو الذي يكتسب الطاقة الكهربية من فرق الجهد ويحولها لطاقة حركية لكي يصطدم مع ذرات النيون الغير مصارعة عشان يثير النيون. يبقى الإجابة الصح يبقى الهيليوم بيكتسب الطاقة الحركية من فرق الجهد ليصطدم بالذرة الفعالة التي تحدث لها إثارة النيون. إذن التصادم مع ذرة نيون غير مصارعة. كيف يمكن التغلب على حدوث التشويش عند نقل المعلومات الموجات اللاسلكية؟ طبعا في الإلكترونيات التناظرية ده اللي يحصل فيها تشويش، لأن بيتحول الصوت إلى صوت أو الفيديو إلى إشارات كهربية متصلة، ولكي نتغلب على التشويش تحول المعلومات إلى شفرات 01 الغير متصلة، إذن لا يحدث تشويش. لما نيجي على السؤال اللي بعده، احنا عندنا النقطة دي انعدم فيها المجال، يبقى لازم البي بتاع السلك، بي بتاع السلك المستقيم اللي هو B1 لازم يساوي B2 للملف الدائري. طب احنا عارفين ان ميو اي على 2π d هتساوي ميو في الدائري ميو اي على 2r، والان راحت لانه لفه واحده، الميو مع الميو والاثنين مع الاثنين والار مع الدي لان الار هي نفسها الدي، يبقى دي اي 1 واي 2. لما نيجي نحسب بقى اي 1 هتساوي في الحاله ديت قد ايه من اي 2 طرفين في وسطين، هتساوي 4 اي 2، حاصل ضرب الطرفين في وسطين هتساوي باي اي تو. يبقى هنا باي، يبقى يا باي ديت يا باي دي. طبعا لسه عندنا نختار الاعلى ولا الاسفل. طبعا الاجابه الاعلى. ليه الاعلى؟
لان بتطبيق قاعدة اليد اليمنى، لو كان الاصابع في الملف الدائري يبقى المجال الناشئ من الملف الدائري بيخترق الورقة للداخل، المجال الدائري يخترق الورقة للداخل، يبقى يجب في السلك المستقيم يخترق الورقة للخارج، يبقى هنا اكس وهنا نقطة، يعني يخترق للداخل هنا ويخترق، اذا يجب يكون التيار لايه؟ لأعلى. يبقى الإجابة الصح لأعلى. السؤال: ما العوامل التي تؤدي إلى زيادة كفاءة المحول الكهربي؟ طبعا عدة عوامل. واحد، أن تكون شرائح معزولة، شرائح معدنية معزولة طبعا السبب ليه؟ لمنع أو لتقليل التيارات الدوامية، لتقليل التيارات الدوامية والحرارة، التيارات الدوامية والحرارة. اتنين، أن يكون الشرائح من حديد سيليكوني، شرائح من الحديد المطاوع، من الحديد المطاوع السيليكوني، لكي يزيد من حركة الجزيئات المغناطيسية، لكي يزيد من حركة الجزيئات من لكي يزيد من حركة الجزيئات المغناطيسية. طبعا ممكن الملف نحاسي، يصنع الملف سواء الابتدائي او الثانوي من النحاس، طبعا عشان النحاس بيتميز بان مقاومته النوعية صغيرة، النوعية صغيرة، إذا التوصيلية تكون عالية، التوصيلية تكون عالية جدا. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. ملف حس مفاعلته، يبقى ده الإكس إل، ومكثف مفاعلته السعوية، يبقى ده إكس سي، والمقاومة الأمية آر. يبقى لو قلنا هنا الاكس ال ب80 والاكس سي ب60 والمقاومة الأمية ب20، يبقى معروف دايما المطلوب احسب زاوية التطور، يبقى تان سيتا تساوي اكس ال ناقص الاكس سي على الار. اذا التان سيتا هتساوي 80 اكس ال اللي هي 80 ناقص 60 على 20، يطلع تان سيتا ب1. الزاوية اللي ظلها واحد يبقى السيتا بتساوي 45 درجة. اكتب المصطلح العلمي قوة التجاذب التي تمنع خروج الالكترون. احنا عارفين النواة موجبة ودي مستويات للطاقة، الالكترون الخارجي بيحاول يهرب، يحاول يهرب، فنقول قوة جذب الالكترون للداخل هنسميها جهد الحاجز. يبقى رقم واحد جهد السطح الحاجز، اللي التعريف بتاعها هي قوة التجاذب التي تمنع، طبعا احنا عارفين الالكترون يدور في مسارات حول النواة ممكن يهرب، فلولا قوة التي تمنع خروجه بنسمي دي جهد السطح الحاجز. تطبيق الطبيعة الموجية الإلكترون اللي هي الميكروسكوب الإلكتروني. ممكن السؤال يجي العكس يقول لك ما هي فكرة عمل الميكروسكوب الإلكتروني؟ هنقول الطبيعة الموجية حسب معادلة ديبرولي. ديبرولي بيقول ايه بقى؟ الميدا بتساوي يعني كل جسم متحرك سرعته الموجي يساوي ثابت بلانك مقسوم على كمية الحركة. هنلاحظ ان الإلكترون يتميز ان احنا يمكن تعجيله، فالعلاقة بين الفي والليمدة علاقة عكسية. إذا فكرة العمل تبنى على كلما زادت سرعة، كلما زادت سرعة الإلكترون قل الطول الموجي. طب قل الطول الموجي عن مين؟ عن تفاصيل الجسم وطول الفيروس. السؤال اختر الإجابة الصحيحة. محول كهربي تتغير شدته، تتغير شدته بمعدل ايه امبير لكل ثانية، يعني معنى ذلك
ان احنا نقدر نقول ان الدلتا اي على الدلتا تي هتدينا القوة الدافعة مستحيلة عكسية الكتروماتيك فورس العكسية هتساوي ايه؟ كله معلوم ما عدا ال هنشيل دي ونحط مكانها 5 وهنشيل دي ونحط مكانها 4 يبقى هنا ال يساوي 4 على 5 اذا ال بتساوي 4 على 5 بنقسم على المعامل اللي 5 اذا ال بتساوي 8 من 10 هنري يبقى الاجابة الصحيحة 8 من 10 يصنع قلب المحول يصنع قلب المحول من شرائح معزولة زي ما احنا قلنا معزولة لتقليل التيارات الدوامية الحرارة التيارات الدوامية والحرارة ومن الحديد السيليكوني ومن السيليكوني طبعا يزيد من حركة الجزيئات المغناطيسية زي ما احنا متفقين ان الحديد المطوع بيتميز ايضا بيتميز الحديد المطوع بيتميز بان نفاذيته عاليه وتزيد كثافه الفيض المغناطيسي لو احنا جينا بعد كده على السؤال اختر الاجابه الصحيحه النسبه بين معوق دائره استقبال عند استقبال الاشاره السلكيه بترد اف ولما ترد 2 اف هي معروف دايره رونين دايره رونين لازم تكون المعوقه اصغر ما يمكن يعني هيكون الاكس ال دايما هيساوي الاكس سي يبقى دايما دايما الزد هي دايما هي الار في الحالتين يبقى لو قسمنا ار على ار هيطلع الناتج 1 تعتبر الدائره التي تتكون من ملف عديم الحس ملف عديم الحس بمصدر تيار متردد مفتوحة طب احنا عارفين ان المفاعلة الحسية بتساوي 2 باي اف ال يبقى هنا نقدر نقول العلاقة بين المفاعلة الحسية والتردد علاقة طردي يعني ايه طردي اذا كلما زاد التردد زادت المفاعلة إذا في الترددات العالية الترددات العالية إيه اللي يحصل؟ كلما زاد التردد زادت المفاعل أي كلما زاد التردد زادت المفاعل الحسية يعني إيه زادت المفاعل الحسية؟ يعني زادت الممانعة إذا يكاد ينعدم التيار يكاد ينعدم مرور التيار اذا تعتبر الدائرة ايه مفتوحة بهذا الشكل السؤال اللي بعده ماذا يحدث الطول الموجي عند أقصى شدة إشعاع، إحنا عارفين قانون فين؟ عندما ترتفع الحرارة. قانون فين بيقول إيه؟ الطول الموجي للترددات الأكثر إشعاعا تتناسب عكسيا مع درجة الحرارة المطلقة. إذن كلما ارتفعت درجة الحرارة يقل الموج. إذن كلما ارتفعت درجة الحرارة قل الطول الموجي اختر الإجابة الصحيحة ليه اختار طبعا لتقارب ليه بنختار الهيليوم مع النيون لتقارب مستويات طاقة الإثارة زي ما قلنا إن الهيليوم يكتسب طاقة حركية من فرط الجهد فيقوم يصطدم بالنيون ويسبب إثارة النيون طيب بنيجي بعد كده اختر الإجابة الصحيحة
احنا جاب لك هنا فرق الجهد بين البي والسي 3 فوق 3 في، يعني ده هي 3 في. تمام. طيب نقدر نجيب التيار. طب نجيب التيار ازاي؟ التيار بيساوي الفي على الار. طب ما الفي 3 في والار هنا ار على 2، ار لان احد المقاومات على عدده ار على 2، مقام المقام بسط، الاتنين تطلع مع اتنين في تلاتة بكام؟ بست، اصبحت دي ست، يبقى ده الاي، الاي ثابت. احنا عايزين الجهد هنا وجهد هنا وجهد هنا. الجهد هنا نقدر نجيب الجهد هنا، الجهد في الاولاني في بتساوي اي في ار، اي في ار. طب ما الاي عندنا ستة في على الار في ار، يبقى دي راحت مع دي، يبقى دي ستة في، ودي هي التلاتة في. نستنى مين؟ دي برضو هنا الفي بتساوي الاي في الار. الاي طلعناه كام؟ ستة، ستة في على ار، وهنا ار، ار على تلاتة لان ار دي تلات مقومات، يبقى احد مقومات على العدد دي مع دي، يبقى فيها الواحد فيها التلاتة فيها الاتنين، يبقى دي اتنين في، اتنين في. يبقى عندنا ستة، اتنين وتلاتة خمسة، وستة 11، يبقى الإجابة الصح 11. ملف مستطيل، ملف مستطيل طوله وعرضه، نقدر نجيب من هنا المساحة، المساحة بتساوي الطول في العرض، 1/10 × 12 مللي، يطلع الناتج بهذا الشكل 0.012. طيب ويمر فيه تيار ده الاي على لفاته ان، وضع عموديا في مجال، احسب عزم ثنائي القطب، معروف عزم ثنائي القطب تاو على بي بيساوي الاي في الاي في الان. طبعا كلمة عمودي، وضع عموديا على مجال مغناطيسي منتظم، احسب عزم ثنائي القطب. طبعا بنعوض ونطلع الناتج، هنا البوابة المنطقية نط، طبعا بيبقى شكلها كده، بوابة منطقية نط لها مدخل واحد A ومخرج أوت، مخرج واحد. طبعا دي دايرتها عبارة عن مخرج اللي هي ده المصباح الكهربي، مخرج، وهنا هنا مفتاح المدخل، وهنا البطارية. يبقى دي الرمز ودي الدائرة، دائرة البوابة. بوابة الأور شكلها بهذا الشكل، أور لها مدخلين، مدخل A ومدخل B ومخرج واحد، وهنا دائرة الأور. برضو هنا المخرج مصباح كهربي خارج، وهنا مفتاحين بالشكل ده كده، يبقى هذا المفتاح المدخل A وده المدخل B وده الأوت المخرج بتاعه. فطبعا أور بالوضع ده. تعال نشوف المقارنة ديت، قارن بين من حيث الاستخدام قاعدة البرغيمة اليمنى لتحديد اتجاه قطبي المغناطيس القطبي، المغناطيس القرصي لملف دائري، او نقول تحديد اتجاه المجال لملف دائري. اما قاعدة فليمنج اليد اليسرى تحديد اتجاه القوة، تحديد اتجاه القوة المغناطيسية التي يؤثر بها مجال مغناطيسي، التي يؤثر بها مجال مغناطيسي على سلك يمر به طيار.